خليني اخد معانا على التليفون دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنه التصنيع الدوائي بنقابه الصيادله. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا استاذ يوسف واهلا بالساده المشاهدين وتحياتي للدكتوره ايناس. ربنا يخليك يا دكتور. انا اعتقد حضرتك سمعت جانب من كلام دكتور ايناس، واظن انه النقابه كمان ليها دور مهم. يمكن انا عايز اضيف نقطه، انه هو احنا نقدر نحكم كل هذا الموضوع عن طريق انه ما فيش صرف أدوية يحصل من الصيدليات غير بروشتة معتمدة ومختومة. في عصر التكنولوجيا الجديدة نقدر نعمل روشتة إلكترونية وليها كيو ار كود وما الى ذلك، وتتجهز الصيدلية بالسيستم ده. بس الاول اخد رأي حضرتك او تعليقك على كلام دكتور ايناس. طبعا انا موافق جدا 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 على صرف الدواء بالوصفه الطبيه وبروشيتا. لكن يا فندم احنا قبل ما نقول يعني ايه صرف الدواء بروشيتا، احنا لازم نتفق ان في العالم كله في حاجه اسمها او تي سي، والدكتور ايناس طبعا عارفه الموضوع ده كله، ده موجود في اوروبا كلها. حضرتك ممكن تدخل تاخد باراستامول اقراص من الصيدليه على طول من غير مشكله، وفي قائمه للاو تي سي معموله في العالم كله. احنا طالبنا ومرارا تكرارا ان في قائمه للادويه الوصفيه اللي انا اقدر اوصفها. لكن انا اتحدى اي حد في مصر يقدر يقول ان في صيدلي صرف دواء ضغط او سكر لمريض من غير وصفه طبيه. مستحيل. حته ان ممارسات طبيه في الصيدليه ان حد بيقيس ضغط او سكر، حضرتك الطبيب نفسه بيطلب من المريض انه يبقى معاه توفر عنده في البيت جهاز ضغط او سكر عشان يعرف السكر والضغط عنده ماشي ازاي. لا، علشان افهم النقطه دي يا دكتور، يعني حضرتك بتقول يعني بعض الناس تقول لك ايه، نيجي طبيب نيجي من الصيدليه بتقيس السكر. يا استاذ يوسف انا عندي 80,000 بلد مصر، في قرى ونجوع في بعض المناطق عشان يوصل لاقرب مستشفى او مركز طبي او عياده ممكن يركب مركب، ممكن يركب معديه، ممكن ياخد له ساعه في المواصلات. اقرب مكان مقدم خدمه صحيه هو الصيدليه. واحد مريض ضغط، مريض سكر، اللي هي السكر عنده مرتفع، يرجع البيت يعرف يتصرف، ياخد جرعه انسولين محدده لغايه ما يرجع للطبيب. هل ده حرام؟ طيب حضرتك بتقول دلوقتي انا عايز وصفه طبيه، عايز وصفه طبيه. خليك معايا يا استاذ، وصفه طبيه الاول يعني ايه روشته؟ يعني انا استاذ يوسف دلوقتي لو جات لي روشته مطبوعه مكتوب على ناتف، يعني مكتوب عليها الاستاذ الدكتور يوسف الحسيني اخصائي الامراض الصدريه، ومكتوب فيها مضاد حيوي ومكتوب فيها بعض الادويه، اصرفها؟ لا خلاص، ما هعرف منين الاستاذ يوسف الحسيني صاحب الروشته دي؟ يا مختومه يا مش مختومه؟ لازم يبقى رقم واحد، يبقى روشته عليها ختم الطبيب، عليها رقم القيد بتاعه، مدموغه روشته عليها كافه طبيه، وده ما بيحصلش في مصر كلها. صح يا استاذ، صح يا دكتور ايناس ولا لا؟ ما بيحصلش. ثانيا حضرتك اكثر من 50% من العيادات في مصر مش مرخص. ثالثا حضرتك عايز تصرف الدواء بالروشته، انا موافق جدا زي دول العالم كله، بس ناخدش حته واسيب حته. العالم كله بيصرف الدواء ازاي يا استاذ يوسف؟ بالاسم العلمي. ومن خلال النقطه بتاعت الحقنه بتاعت 3 في 1، احنا اول جهه رسميه في مصر منذ سنوات حذرنا من الحقنه 3 في 1، واكثر من سبب نقابه صيادله القاهره. طب ما تيجي نقطه مهمه جدا يا استاذ يوسف، ايه اللي بيخلي الدكتوره ايناس قالت نقطه في منتهى الخطوره؟ ان كثره استخدام المضاد الحيوي هيدمر جهاز المناعه. انا عايز اقول لك على معلومه الناس تفهمها كويس قوي وتحفظها صم. الجهات التشريعيه والجهات التنفيذيه تسمع الكلام ده كويس قوي. احنا كل سنه كل يوم بيطلع مسكن جديد يا استاذ يوسف. الاف دي او دبليو اتش او او اي دوله متقدمه بيطلع مشتقات المسكنات الاسم العلمي كل يوم مسكن جديد. دواء ضغط جديد كل يوم. دواء سكر جديد كل يوم. المضاد الحيوي كل كام سنه بنكتشف مضاد حيوي جديد. فبتيجي فتره مع كثره استخدام المضادات الحيويه هتلاقي جهاز المناعه في الجسم اتدمر، والمضاد الحيوي الموجود على الرف مش هيبدا يجيب نتيجه مع المريض المصري والمريض المصري فقط بسبب كثره استخدام المضاد الحيوي. طب ما تيجي نبدا اتفاق حلو قوي. احنا دلوقتي في مشكله كبيره جدا، وانا لغايه دلوقتي للاسف مش شايف لها يعني مش شايف لها سبب. ايه المشكله؟ ان انا اصرف الدواء بالاسم العلمي. ايه المشكله ان يطلع تشريع من الجهات التنفيذيه والتشريعيه في البلد تقول على الطبيب ان يصرف الدواء بالاسم العلمي مثل اي دوله متقدمه صحيا في الخارج؟ دي حاجه يا دكتور هستاذنك في المقاطعه، دي حاجه هنرجع فيها للدكتور ايناس باعتبارها انها طبيبه كبيره مما لا شك فيه، وكذلك عضوه في المجلس النيابي، وبالتالي يعني هي احد المسؤولين عن التشريع في هذه البلد. انا سؤالي هو يعني انا النهارده ادخل الصيدليه اقول له انا عايز دواء كذا بتاع السكر هيديهولي ولا مش هيديهولي؟ طب اقول لك على حاجه يا استاذ يوسف، جاوبني بس معلش، جاوبني بس. هيديهولك عارف ليه؟ عارف ليه؟ ليه؟ عارف ليه؟
لانه ما ادوهولكش تعمل في محضر تحبسه. تخيل مين اللي قال؟ ما قانون وزاره الصيدله يا فندم ماده 76 لا يجوز للصيدلي امتناع عن بيع الدواء الموجود عنده في الصيدله والعميل طلبه. في كمان عندي نقطه مهمه جدا. في فرق يا فندم ما بين ان انا داخل بوصفه طبيه روشتة معتمدة مدموغة او ان انا اخش اقول له انا عايز دواء كذا بتاع السكر. استاذ يوسف، استاذ يوسف، انا دفعه 99 صيدله 96 96 22 سنه بمارس المهنه. حلو. ثلاث مرات شفت روشتة المدموغه. 22 سنه بمارس مهنه صيدله، ثلاث مرات اصرف ادويه روشتة مدموغه، والباقي كله عباره عن ورق تجي لي مطبوعه. يعني لو رفضت الصرف ايه اللي هيحصل؟ ما ده اللي انا بساله. لو رفضت صرف الدواء بدون وجود وصفه طبيه معتمده، حد يقدر يقول لك تلت التلاته كام؟ لا عندي انا ماده في القانون يا استاذ يوسف بتقول ايه؟ ماده 32 صرف الادويه بالروشته ما عدا الادويه الدستوريه. واحنا مستنيين اقول لك على نقطه مهمه جدا. هيئه الدواء المصريه منذ سنه تقريبا دشنت مجموعه او فريق عمل في هيئة الدول المصرية برئاسة الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدول المصرية إن بيعمل دستور الأدوية المصري. دستور الأدوية المصري ده هيبقى شامل كل الأدوية وتعريف الدواء وطريقة تحليله، وبالتالي أنا كصيدلي ما أقدرش أصرف روشتة من غير روشتة ما عدا ما أقدرش أصرف الدواء من غير روشتة ما عدا الأدوية الدستورية اللي بتستخدم الخارج والباطن، وده موجودة في القانون يا فندم. أنا مش فاهم هو في يعني. أنا عايز أفهم حاجة يا أستاذ يوسف. بره الناس في سيستم وفي منظومه كامله بتعملها كويس. انا في مصر ناخد منظومه من دوله اوروبيه وانقلها في مصر، لكن ناخد حته بتعجبني والحته الثانيه لا. يعني مصر مش عايزين بره. لا احنا ما بنقولش كده يا دكتور، احنا ما بنقولش هناخد حته ونسيب الباقي. طب اقول لحضرتك كده. انا هستاذنك بس لحظه واحده برضو، لازم ندي فرصه لدكتور ايناس ترد على هذه النقاط اللي حضرتك عرضتها. هو الحقيقه طبعا الدكتور محفوظ ده صديق عزيز عليا، واحنا اتفاهمنا في حاجات كتير، بس يعني اعتقد انه ان انا تابع الدواء او انه لازم اخد الوصفه مختومه، كل الدكاتره بتحط الاكلاشيه بتاعها، مش ممكن يكون حد عامل اكلاشيه دكتور في نفس الوقت الروشتات كلها بتخرج مختومه، مفيش دفتر روشتات من غير ما يتختم. طب ما هما بيصرفوش المخدرات والاورام اللي احنا يعني احنا كاورام من حقنا بنصرف في الادويه المخدره والحاجات دي، ما بتتصرفش الا بروشته ومختوم. طبعا. طب ودي مخدرات. طب ما هو يبقى نفس النظام، ايه اللي هيفرق؟ هل في مريض هيدخل يقول له انا عايز ترامادول ولا عايز حقنه مورفين هيدوها له؟ مش هيدوها له. لكن الفكره ان تطبيق القانون اللي اتحط سنه 2019 هياخد وقته على ما ينظموا العمليه بانهم ينقلوا الاستاف القديم وياخدوا جزء منهم ويجيبوهم في النظام الجديد، يدخلوا في المنظومه ابتدوا يشتغلوا. لازم في تراك للدواء، الدواء يخرج من المصنع وابقى متابعه هو ماشي فين، الادويه المهربه بتتصرف ازاي، هي مش مكتوبه ولا موجوده، بتتصرف ازاي، بيدوها للعيانين ازاي، ليه الادويه المستورده متوفره اكتر من ادويتنا المصريه، ليه التخزين مش مظبوط، ليه الصيدلي اللي واقف في الصيدليه ما بيبقاش صيدلي، اغلبهم دبلوم تجاره وموظفين، كلامي مظبوط ولا غلط؟ كم صيدلي اللي بيصرف الدواء؟ يمكن الدكتور محفوظ واقف في صيدليته وبيصرف بنفسه وبيراجع، لكن أغلبية الوقت اللي موجودين في الصيدلية مين؟ موظف. ما هو الصيدلي. طيب أما يدخل بقى عيان يقول له عايز دواء السكر الفلاني، هو عارف دواء السكر ده هو أنهي نوع فيهم؟ يعني هو موظف أو دبلوم تجارة أو أيا كان شهادته، ينفع يطلع الدواء؟ بالحب ولا بيجيبه ولا بالتمرين من كتر ما هو قاعد؟ طيب ده ما ينفعش. احنا مش اقل من اي دوله متقدمه، احنا عملنا قانون علشان ننظم العمليه، حتى المخازن ما فوتناهاش وحطينا الشروط، المستلزمات الطبيه اتحطت في نفس القانون عشان ما نصرفش مستلزمات من غير ما يكون الحكايه مدعومه. هو ينفع واحد ينزل ياخد محاليل ويمشي؟ يعني انا عايز بس الاول اشكر الدكتور محفوظ رمزي. دكتور احنا لازم نبقى لينا قاعده في هذا البرنامج ضروري بحضور دكتور ايناس، مش في اطار التناظر بقدر ما هي في اطار وضع الحل، ودي اهم حاجه. اشكرك مره ثانيه دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنه التصنيع.